معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي المهتم بالشأن الثقافي الأستاذ أحمد سراج. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح النور أستاذ عبد الله، شكرا للدكتور بهاء على هذه المحاضرة الثمينة الثرية عن أستاذنا الراحل حسن حنفي. العفو أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، الأستاذ الدكتور حسن حنفي كانت له معاركه الفكرية، والرجل اتهم أيضا باتهامات كثيرة، كيف تقرأ شخصيته؟ هو يعني عندما نقرأ ما كتب عن محمد عبده وهو مفتي الديار المصرية، وعندما نقرأ ما كتب عن رفاعة الطهطاوي، وعندما نقرأ عن جمال الدين الأفغاني، هؤلاء الأشخاص الذين طلب حسن حنفي أن يلتقيهم بعد الموت في كتابه ذكريات، سنعرف أن مسألة الخلاف معه وافتعال معارك معه كان ضروريا. لا يبدأ التنوير إلا من العقل، وقديما قال أبو العلاء المعري: كذب القوم لا إمام سوى العقل يرتجى في الكتيبة الخرساء. ما فعله حسن حنفي كان محاولة تحرير الفكر العربي المبارك في الكتب الصفراء وما إلى ذلك، نعم، إلى أن يكون خادما للوطن وخادما لحركة التنوير الحقيقية. نحن نتعامل مع النقول والكتب القديمة على أنها مقدسة علما، أنا لا أتكلم عن القرآن الكريم أو عن الحديث المتواتر وكذا، لكن أتكلم مثلا عن تفسير الطبري الذي قال عنه المؤرخون أنه إن الطبري كان أشبه بحافظ ليل، يعني يجمع ما يقابل. فيما بعد نعتبر هذا نصا مقدسا، ونعتبر أي محاولة لتنقيته هي محاولة للهجوم على الإسلام. كان حسن حنفي في الحقيقة مواجهة لهذه القضايا الفكرية، لكنه كان في الأكثر مواجهة لهموم الوطن. هو دائما كان مقسما، وهذا قالب النص، ما بين هموم الفكر وهموم الوطن. هو يرى أن حلول هذا الوطن تأتي من خلال الفكر. التحرر العقلي لا يكون بمسألة رفض القديم أو كذا، لكن وضعه في إطاره. ما حدث من حسن حنفي هو أنه رجل جرب عقله وجرب علم التجريب الأول الفلسفة في أوقات متسارعة، يختلط فيها السياسي بالوطني، يختلط فيها الشخصي بالعام. فكان النيل من حسن حنفي ومن نصر حامد أبو زيد ومن علي مبروك كما كان النيل من محمد عبده ومن جمال الدين الأفغاني. الفكرة أنت لا تستطيع أن تواجه هذه الفكرة بفكرة، إذا فلتتهم. لكن في بدايات حسن حنفي وعمره 16 عاما او 17 عاما استطاع ان يحطم الفكره الاخوانيه من خلال اجتماعاته معه. الفكره هذه الفكره القائمه على الزيف، اذا اردنا لهذا الوطن ان يتقدم فعلينا ان نعتمد على اولئك الذين يعتمدون على عقولهم ويحاولون ان ينيبوها بدلا من مهاجمتها. الان اين اعمال محمد عبده؟ هناك مقولة مهمة جدا لجمال الدين الأفغاني عندما سئل عن الفيلسوف والمثقف، فقال المثقف إذا الإنسان جلس على قهوة متاتيا التي كان يجلس عليها وحاول أن يصلح مشكلات مجتمعي فهو مثقف، نعم. إذا جلس بين كتبه فهو فيلسوف. لكن في الحقيقة كان حسن حنفي أشبه بالحلاج الذي أراد أن ينزل بالتصوف ليحل مشكلات المجتمع، ومن هنا ارتطم بأصحاب المصالح والهوى. وحضرتك هناك علم اللي هو فكرة الأفكار المستحدثة وفن الأفكار المستحدثة والتغيير، دائما ما تواجه أول ما تواجه من قادة الرأي، صحيح. لأنهم خلاص استقروا في أماكنهم. هل هناك من ناقش حسن حنفي في أفكاره؟ هل هناك من قرأ كتبه وتعامل معها على ان هناك فروض يسعى الرجل الى اثباتها او دحضها، ولكن ام تم قراءته قراءه مختزله؟ طيب كيف يعيش هذا الرجل هذه الاعوام جميعها في انزواء منذ اصبح استاذا متفرغا 1995 اعتقد، نعم، حتى هذه اللحظه، ثم تقوم الدنيا ولا تقعد بالرثاء الجميل من علماء الأزهر ومن علماء جامعة القاهرة، نعم، ومن العلماء العرب عموما. كيف يحتفى بهذا الرجل بعد أن ظل محاصرا كل هذه الفترة، صحيح، إلا إن كانت المسألة المعاصرة حجاب، نعم. الفيلسوف واجه محنة الإنسان العادي، الإنسان في عصر التوك شو، في عصر ثقافة اللقطة،
وهذا ما حدث لحسن حنفي رحمة الله عليه. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد سراج على هذه الإيماءة السريعة والعميقة أيضا حول شخص حسن حنفي عليه رحمة الله.